بعد قال يا دكتور مثلا انه هيك 10 سنين انا تاكيد المشكله يعني مش منا يعني. هاي اسئله انترناشونال ستاندرد تجار في حالات عالميه. انا بجي بكتب 12 سؤال بقعد اسبوع احط فيهم. في ناس بتحطهم في الفيزون او في الاي. بلاستيك وانا ما عندي مشكله كل سنه بجيب الاسئله بعطيك اياها وبنحللها انا بجيب غيرها. بعرف كيف غيرها. بس هذا هو الستاندرد العالمي. التايم مانجمنت مسؤوليتك. ما اعطيك دقيقه ونص this is the maximum ممكن تحلل فيه. لما يسوي لك امتحان بكره كتمه يرسم لي بارت 1 وبارت 2 وبطيخ يكون عندك تايم مانجمنت. اذا ما عندك انسانتيف هاي مشكلتك خلاص. يعني هم مش رايحين يعتبروا انك انت ما بتحكيش انجليزي وتحكي انجليزي وبطيخ مرات بيجيبوا لك الستم على طول هذا انك تدبر راسك. ما بتلحق تدبر راسك. فليش ما نجيبكم على العالم الحقيقي؟ أحسن ما نقعد نجيبكم على إشي مزيف كذب. هذا هو الطب. Take it or leave it. هذا هو الطب. إذا عندنا أخف منه أسهل منه كان أعطيناه. والله ما في الطب هو إنك تاخذ هيستولوجي وباثولوجي وأناتومي وبطيخ 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 وتكون أندر ستريس ويكون عندك ضغط كثير. هو هيك الطب في العالم كله والله. على الأقل الجامعات اللي بتكثر نفسها زي الجامعة فأحسن لك أنت تدبر راسك وظبط أمورك ما أنك تقعد تشكي لأنه شكوتك ما لها معنى ولا راح تقدم ولا راح تأخر. إحنا بالضبط زي الجهاز إذا بترجع للجهاز مشان الله طلع لي السكر واطي ما بيطلع طلع لي السكر اللي عندك. إحنا زي الجهاز لكن ابدا ابدا انا ما بقبل كل شارع بالغرب والاسئله بالشرق. هذا الحكي لا يمكن. وانا اتحداكم على اي سؤال بجيبه في الامتحان راجعوني فيه. اذا كان السؤال لا احنا بشر بنغلط ممكن يتحمل اجابتين ممكن يتحمل انه ينفهم بطريقه معينه اقنعيني يعني بشطر او ممكن انه انا ما شرحته ما هي عندي مشكلة. الخطأ مردود. بس أنا الفكرة أكون شارحها مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. بيجي يجاوبوني عليها 30 40 مليون طلاب تو ماتش. هلا بتشوفوا الأسئلة بس أنتوا أول شيء حكموا ضمائركم مشانكم يعني. بمستوى الأسئلة كيف تتجاوب لما تتجاوب. ثاني شيء أنا قصدي هون المسج اللي توصلكم اياها انه لما تشوف انت الاسئله مضبوط بدها شويه تفكير ما اختلفنا بس انها تتجاوب مشان ما تكون انت ستريس. بالامتحان انت تدبر راسك اذا بتحب تخليهم الاخير بتحب تخليهم الاول تصفي. في ناس بحب يبلش فيهم في ناس بحب تخليهم الاخير. بلاش ان انا انصدم فيهم هذا ما بعرفش جاوب على الامتحان. في ناس بقول لك لا انا دارس منيح انا بدي اتحدى دكتورينا شوف شو يعني شو الناس اللي بتجينا طيب من قصدي تكون بسرعه جاوبها هو هيك مشتاق. انا راح انصحكم نصيحه واحده مش رايحين تردوا بعرفكم راح تردوا بس شو بدي اسوي بعد الساعه 10 ما حدا يحاول يدرس ما لحقت ما لحقت السكر. كل معلومه بعد الساعه 10 بتحطها بتشيل معلومه ثانيه من دماغك. بس إذا تأخرت للساعة 4 الصبح كلهم خشوا بعض. بس تلاقي بطلت. فلاشز تصير. تعال ولا بتعرف شو الكرياتينين ومين الكرياتينين ومين الانيونين ومين البي اتش وانو اللي بيستعملها كلها ضربت بعض. الساعة 10 تاكل ليفر باي تاخذ شاور تقعد شوي على التلفزيون تحط راسك إذا سويته هيك وما زبطته تعالوا يحاسبوني. حتى لو كنت دارس؟ اسمعني شوي بدي أقول لك افهم علي. إذا سهرت هذيك الليلة معناتك أنت حرام تكون هون. حكيت بصراحة حرام
تعيينها لنا. اللي فسخها معناته مش دارس خلال فترة 3-4 أسابيع. اللي دارس خلال 3-4 أسابيع ما بيسخى. أنا كيف تعرف إني دارس ولا مش دارس؟ إذا سهل ولا تعبت معنا. إذا سهل معناته مش نافع. وإذا الساعة 10 نام وقاعد هيك حلين، يا إنه نافع يا إنه مش سهل للموضوع. في احتمالين. أما إذا سهل أكيد مش نافع. هذيك يعني ما فيها احتمالين. فإحنا بيصير في عندنا مرات يعني sudden abrupt decrease in kidney function. فبسميها acute kidney injury أو acute renal failure. كان زمان قال لك failure كلمة كبيرة، خلينا نحط injury. injury على الأقل هي إنها reversible، يعني وقعها أخف شوي. acute kidney injury. acute kidney injury among population نسبتها 0.1%. in hospitalized patient نسبتها 3-7%. In ICU patient نسبتها 25-30%. يعني بالICU patient السبب غير الـ population. بالICU patient اللي هي بتكون part of multi organ failure، heart failure مع liver failure مع ARDS، بيكون السبب الأساسي sepsis infection. بينما برا بيجيك مريض بيكون على الأغلب سببها بريرينال كوزيس، يعني 50-55% بريرينال، يعني كليفة ما لها شيء. واحد صار عنده بريرينال يعني صار عنده هارت فيلير، ام اي، صار عنده ديهايدريشن بليدنج، صار عنده دياريا، صار عنده فوميتنج، صار عنده اوفر سويتنج، اوفر يوز اوف دايريتكس، يعني انه ديكريز بلود فلو، ديكريز جي اف ار. بريرينال عادة از ريفرسبل، يعني more than 85% completely reversible. النسبة الثانية يعني 30% هي انت تعال تعال وين راح؟ وين طلعت؟ راح ونشط. 30% 40% انترينال. انترينال شوفوا كيف. يعني إذا البريرينال انتهت فترة بتحول لانترينال، بصير دامج في الكدنية، يعني اسكيميا في الكدنية نفسها. Drugs, acute tubular necrosis, infection, glomerulonephritis, tubulonephritis. إذا contrast medium، إذا الواحد عطينا يتصور ممكن هذا الكونتراست يضرب الكلية نفسها. فهاي intrarenal. هلا 5% postrenal، يعني في obstruction, stones, prostate scintillate. Is a 90% of the causes are either pre-renal or intrarenal. Least common is the postrenal. Acute kidney injury, we have five phases. And up to which phase is the patient according to three criteria. I was in the clinical history, I'm sure. And how much nephrons are being destroyed. How much is the creatinine in the plasma? How much is the decrease in urine output? Then we use these criteria to tell which phase we are dealing with in acute kidney injury. Is an acute kidney injury either seal reversible or with seal chronic? فإحنا we will use the rifle criteria. هذه كان أستعمل أكثر من غيرها. بكرة بس تفوتوا على الكلينيكا اللي هم بيعلموكم اللي بدهم يعلموكم إياه. rifle يعني أول واحدة الريسك. الريسك يكون عندنا destruction أكثر من 25% من النفرونز. بيكون الكرياتينين في البلازما أكثر من 1.5. times. بيكون اليورين output less than 0.5 ml per kilogram body weight per hour for 6 hours. For the last 6 hours. Injury
الثانية بيكون أكثر من 50%، وهي أكثر من 2 times، وهي for 12 hours مش 6 hours. Failure بيكون أكثر من 75%، أكثر من 3 times، وهون أقل من 0.3 ml per kg per hour for 24 hours. Loss, when these abnormalities, they last for 4 weeks. End stage renal failure, يعني persistence for 3 months. And patient needs transplantation, kidney transplantation. إذا هاي الحالات هلا إحنا هون المريض أهم إشي أعرف إنه is he pre-renal ولا صار intra-renal، لأنه intra-renal prognosis أسوأ. Pre-renal الكلية ما معها شيء، كلية تمام. إذا الكلية تمام يعني شو بيكون عندي decrease in GFR، لكن التبيوت سبرالين يعني ري ابزوربشن لليوريا بيكون اعلى من الطبيعي، لانه اصلا بيكون هايلي كونسنتريتد، يعني ما فيش اصلا جي فار واطي مش كثير. الصوديوم از ري ابزورب، سو صوديوم ان ذا يورين از ديكريزد، فانا راح استعمل الصوديوم واليوريا مشان اشوف انه از the kidney functioning normally, not affected. فبستعمل بشوف يوريا على الكرياتينين ريشيو في البلازما. إذا برينال بتكون أكثر من 100، إذا انترينال بتكون أقل من 40، إذا بوسترينال بتكون بين الاثنين. هذا يوريا كرياتينين ريشيو. بس الصوديوم بعطيكم معادله، بس انتم لو نسيتوها معلش، بس بتعطيكم اياها، اللي هو فراكشن اوف صوديوم اكسكريشن، فراكشن اوف صوديوم اكسكريشن ان ذا يورين. بنشوف الصوديوم في اليورين، مين بيعرف قديش تركيز الصوديوم في اليورين؟ والصوديوم في البلازما، مين بيعرف قديش تركيزه في اليورين؟ زيرو إيه؟ والله أنا مش مقبول هيك بصراحة. أنا يعني إنه لازم، أنا درست وياه، درست وياه وشرحت محاضرة كاملة عن الصوديوم. إذا ما بتدرسوا له لا يوقفوا يعني، كيف صراحة يعني؟ شو سوي لكم؟ ما تدرسوا ما تدرسوا. سكول فيدنج أنا بدل اسمه سكول فيدنج. إلا إذا في أسئلة من هيك مضمونة، كيف أدرسوا هيك؟ قديش تركيز الصوديوم في اليورين؟ قديش الانسان الاردني بياخذ صوديوم؟ ما درسنا 150 ملي اكوفلنت بيردي، صح؟ معناته قديش بيكون تركيزه في البول؟ لا 150 بتطلعهم في لتر ونص يردي، صح؟ معناته 100 في اللتر، والنص لتر فيه 50 بيطلع 150 بيردي، مو؟ إذا قديش تركيز الصوديوم في اليورين؟ مية. قديش تركيز البوتاسيوم في اليورين؟ قديش ناكل البوتاسيوم؟ 100. 100 في لتر ونص، قديش باللتر؟ 66. مش هيك؟ هلا بعد نص ساعة سألتك ما بتجاوبوش. مظبوط؟ بتجاوبوا. الصوديوم اذا في اليورين 100، عرفتوا كيف؟ انه انت بتاكل 150، عندك لتر ونص بول، اللتر فيه 100، الصوديوم في البلازما قديش؟ هاي بنحط 100 هون، قديش الصوديوم في البلازما؟ 140. يعني هذه كبار انك ما تعرف الصوديوم في البلازما بعد ما انا ذكرتها 2050 مره. قديش الترسيلات الصوديوم؟ 14. طب
بلازما كرياتينين، قديش بلازما كرياتينين؟ 1 ملي جرام بلتسيليتر. طب قديش اليورين كرياتينين يا ربي بيكون؟ لا مش هيك تنحسب. مش هيك تنحسب. النورمال بيرسون قديش الكرياتينين؟ إذا 1 ملي جرام بير ام ال في ال في الديسيليتر. معناته قديش بيكون في اليورين؟ شغلوا مخكم شوي. 1.2 هلا الكرياتينين اللي بصير له فلتريشن بصير له ري ابزوربشن شيء ولا بصير له اكسكريشن؟ طيب الكرياتينين في البول بتضاعف كم من مره؟ اذا الكرياتينين اللي صار له فلتريشن طلع في البول مظبوط كمعلومه؟ المي اللي صار في الفلتريشن طلعت في البول من الفلتريشن صار في ري ابزوربشن منها. قديش ري ابزوربشن للمي؟ 124 ام ال مش هيك؟ بطلع 1 ام ال مش هيك؟ مش 125 الفلتريشن اللي هو جي فار مش 124 ري ابزوربشن مش 1 ام ال بطلع اكسكريشن. طب ال 1 ام ال حمل كل الكرياتينين، قديش معناته ضعف الكرياتينين؟ مية مش مهم. هلا مش مهم اليونت، خلي اليونت نفسها بس مش مهم اليونت. 125 مرة 125 لأنه اللي كان بيحويهم 125 ام ال صار بيحويهم 1 ام ال فضاعف 125 مرة مش 1.25 مش 1. في مشكلة كبيرة والله، في مشكلة كبيرة. أنا بفكر إنه أنتم فاهمين. إذا قديش بده يكون تركيز الكرياتينين في الـ في اليورين؟ 125. احنا حتى تتذكروا قلنا 140 انت مش 125 كان في سكريشن. طيب 125 100 في 1 على 140 125 هاي تطلع ليس ذان 1% يعني اختصارا. فبري رينال الكلية شغالة، تيبيوت شغالة، بيكون الصوديوم هاي فراكشن اوف اكسكريتوري صوديوم ليس 1%. بس إذا انترا رينال لا بتصير بين 2-3%. إذا بوست رينال بين 1 اند 2 بس لكن ممكن يصير 3% إذا بوست رينال تحول لإترا رينال. أنا شو مطلوب منكم؟ مطلوب منكم تحكوا لي إنه الصوديوم في اليورين في البريرين القليل وفي الإنترارين كتير. هيك مطلوب منكم تعرفوا، يعني هاي الكونسبت. ليش قليل؟ لأنه الكبني هلا بحاجة إنها تمتص الصوديوم والمية في البريرين، بس بالإنترارين مش قادرة تمتص الصوديوم فبطلع في المول. هلا لو أجيت أخذت أنا اليورين، شوفوا بدي أحط لكم هون اليورين روتين اند مايكروسكوبي. لما نفحص مريض بنفحص له يورين وبلاط، البلاط بنفحص له يوريا، كرياتينين، صوديوم، بوتاسيوم، هذول كدني فانكشن تيست. واليورين نفحص له اذا في ار بي سيز. الار بي سيز اذا موجوده بس لون البول يعني مش احمر ولا زهري نسميه مايكروسكوبيك هيماتوريا. مايكروسكوبيك هيماتوريا and إذا لونه أحمر بصير اسمه macroscopic hematuria. إذا أحمر لونه هلا painless hematuria is cancer unless proven otherwise. يعني كل واحد عنده دم في البول بس ما عنده أعراض هو cancer unless proven otherwise. أقصد مش تروح تحكي لمريض عندك cancer، بتقول له بدنا نعمل فحوصات، تعمل ألتراساوند على القليل الالتراساوند بتبين اذا في شيء بالبلدر او بالكدني. ممكن انت تتطلع، اما البينفول ما بتخوف لانه اصلا بروح على طبيبه. البينلس مالينت نيتشر تبعها مالينت لانه ممكن يكون عنده كانسر فعلا. يعني زي ما نقول less than 5% of the painless hematuria is cancer، 95 is not. بس احنا بيكون سندروم بوتنشالي كلهم. عبين ما اسوي؟
جانا مسيكا الخمسة تمسكوا بالدير الستيج صار عنده هلا هيماتولوجيا بعدين جرى على الدكتور قام اعطاه شوية انتيبايوتكس قام هو ضار فكر الانتيبايوتكس طيبه مش عارف انه هم هيماتولوجيا بتروح يعني اون اند اوف بعد 3 شهور رجع كمان هيماتولوجيا كان ستيج 1 صار ستيج 4 او ستيج 3 مثلا حسب شوية سلو جروينج هذول الترانزيشن اذا انا هلا شو اسوي خرب بيته اذا كل واحد قال لي انا قبل اسبوع 10 ايام كان عندي ايكو ما شاء الله ما في ولا شيء كله طيب بس بدي فحص اسوي لك فحص ايكو الترساوند ما له وجع اي ما اتاكد بقول له روح ما فتحش امي شو بقول له كانسر عندك زي ما طالب ولا راح احكي له وايد بيصير يعني في انفكشن هلا اذا كان في بروتين البروتين إذا كان من 15 إلى 30 ميلي جرام بير ديسيليتر هذا إحنا نسميها تريسز which is normal أما إذا كان من 30 إلى 100 ميلي جرام بير ديسيليتر هذا نسميه بلس 1 هذا نورمال نورمال بالشيلدرين شيلدرين أو بوست إكسرسايز أما إذا كان من 100 إلى 300 هذا نسميه بلس 2 هذا كمان مش جزء بده شوية بده حكي يعني ممكن يكون نورمال ممكن ما يكون أورثوستاتيك بروتينوريا أورثوستاتيك يعني إذا نايم ما في بروتينوريا إذا بيمشي بروح بتحرك في بروتينوريا فنسوي له واحدة بعد ما في من النوم واحدة بآخر النهار شوف إذا كان هاي بيناين أورثوستاتيك إز بيناين يعني بصير ريكفري سبونتينيس بعد سن البلوغ تشيلدرن بحكي أنا بلس 3 من 300 إلى 1000 ميلي جرام بلس 4 أكثر من 1000 ميلي جرام بير ديسيليتر هذه عادة تكون نفروتيك نفروتيك سيندروم النفروتيك سيندروم إذا أخذتوا هيك شيء ولا لسه؟ أخذتوا نفروتيك نفروسيس؟ أخذتوا مينيمال تشينجز نفروتيك سيندروم؟ شو المينيمال تشينجز يعني احنا وي لوست نيجاتيف تشارج فبنبلش يطلع الشيء اللي مثل الاليومين اللي وزنه اقل من 70000 وزنه حوالي 65000 ببلش يطلع if the membrane loses its negative charge the body ف we lose albumin in the urine يصير عندي hypoalbuminemia في حد بيعرف قديش تركيز الالبيومين في الدم؟ الالبيومين في الدم ثلاثة ونص إلى خمسة ونص برافو عليك جرام بير ديسيليتر تحت ثلاثة ونص بصير عندهم إديما هلا شوفوا كيف هلا إحنا بدنا نحط الأسئلة لكن إحنا رايحين بس نناقش الجواب إلا إذا يعني في إشي أنتم بدكم إياني أجاوبه وأجاوبه بس سؤال أول هلا انت ليش بتستعمل الدايوريتكس مشان تو اكسكريت صوديوم كلورايد فبالتالي انت الكليرانس والصوديوم كلورايد ويل انكريز لانه الكليرانس شو يساوي؟ يساوي صوديوم يورين لازم نضرب يورين اربوت يورين اربوت بدل 1 مل بصير 3 و 4 مل فالكليرانس والصوديوم كلورايد انكريزز باي يوزنج ذيس دايوريتكس الجي اف ار The GFR, the glycation, GFR, the glomerular markers. Glomerular markers, مين هم الglomerular markers? And you hear me كمان? Me كمان? Mannitol. هل ال pH glomerular marker? ولا هو بلازما flow marker? طيب. Is it a substance used for measurement of GFR are not suitable for the measurement of renal blood flow? صح يا جماعة. And you need benefits family مثلا للرينال بلد فلو بدنا شيء completely secreted واللي مين is not secreted فهذا 50% ما جاوبوا بس discrimination عالي 50 كمان هلا NH3 عن H4 مليون ألف مرة هندرسون هسك أخ أعطيتكم إياها مليون ألف مرة أخذتوها معي وبالبيوكيمستري وبالبيولوجي وبالتوجيه أي والله this is too much عيب عيب هذا السؤال ما حد جاوب مثلا أو مش 100% يكون انا شو عرفني انا بفكره سهل لما انا اجيبه بفكره سهل بطلع صعب
طب ما هو البي اتش شو بتساوي؟ بي كي اي زائد لوج البيس على الاسيد انش بيعمل اتش 4. طب البي كي اي 9.2 اعطيك اياها انا مشان انت ناسيها. وقايل لك البي اتش اصلا حاط لك البي اتش 6.2 معناته 6.2 تساوي 9.2 ناقص 3 والثلاثة يعني واحد على ألف معناته الأمونيوم ألف مرة أكثر من الأمونيوم. هذا هو الجواب. ما هي كونسبت بدك كنت أنا مش فاهمه والله ككونسبت. لو أول مرة بعطيك الكونسبت هذا معك بس أنت ما أخذ كثير. طب أنا معطيك إياه بالفوسفيت معطيك إياه بالكربونيك أسيد كربونيت بايكربونيت ما لك حق والله انه يعني هون اكثر من نص طلاب ما جاوبوا بس برضه الدسكريميشن تاعه عالي. اللي بعدين هذا سهل. هلا اي اللي بيزيد الجي اف ار وغير الضغط له دايلتيشن اوف ذا اثرت اخر يوم لما تعمل دايلتيشن بالاثرت بيزيد الضغط له وبيزيد الجي اف ار. هذا سهل هذا صعب مش عارف انا ليش صار. بدي احكي لكم هاي بدكم تحفظوه زي اسمكم. هلا احكي لكم اياه بدكم تحفظوا هاي الرسمه زي اسمك وانت ترسم عندي بصل مش تقول بصل ارسم يعني هي مش بصل هاي بتحط لي البروكسيمال هون بتحط لي لوبو فنلي هون بتحط لي الديستال هون وبتحط لي الكوليكتنج داكت هون وبتبلش ترسم بتقول الصوديوم هيك ماشي مش هيك كتبتها؟ صوديوم 140 قلنا يعني هي 1 لانه 2/3 صوديوم 0 absorbed 2/3 of water 0 absorbed فبطل الكونسنتريشن نفس الشيء تذكروا لما اخذنا المايكرو بانشر هيك ناخذ بيطلع معي هاد انيولين كم مره؟ ثلاث مرات كلها لانه 2/3 of water والانيولين ما بتصير له ري absorption فبصير ثلاث مرات بتضاعف. طب شو اللي بيجي على شماله بالكم؟ كرياتينين مقبول منك والله صح؟ بس بيجي تقريبا يعني قريب عليه بس بي اتش بي اتش كثير ليش؟ لانه في سكريشن اذا في زيه زي الانيولين بس برضه غير عن هيك في كمان سكريشن. اذا هلا لو جيت قلت لكم في البروكسيمال تيبيول هي الاند والبروكسيمال وهي البيجنينج هي الستارت مين اللي اكثر واحد فيه بيكون كونسنتريتد؟ البي اتش. طب يعني هذا سؤال انا ما بعرف يعتبر صعب يعتبر الطلاب صعب. هلا بدك تكمل انت هون بدك تكمل شو بصير بالصوديوم شو بصير بكل شيء بالاخير الكليرنس تبع الصوديوم بتكون اقل من 1 كليرنس تبع البوتاسيوم بتكون 15 تركيزه هون اعلى من اللازم 15 مره قلنا هون كل 60 وهذا 4 60 4 15 هاي الرسمه اهم رسمه بتعطينا فيزيولوجي بدك تفهمها منيح هاي موجوده معك بالسلايدات موجوده معك بالكتاب اذا هاي هذا السؤال Which of the following substances will be more concentrated at the end of the proximal tubule than at the beginning of the proximal tubule? The pH أكثر واحدة. جابينو 40 مليون طلع. طيب شو أسامي؟ ما بعرف إذا هذا السؤال صعب ما بعرف. والله شو تكون صعب. 25 هي 26. هلا هون اليورين مع البلازما. يورين مع البلازما. يورين مع البلازما. اليورين هي يورين هاز بوتاسيوم اعلى ولا اوطى من البلازما؟ اعلى 15 مره. البي اتش اوطى ولا اعلى البي اتش تبع اليورين؟ 5.5 ولا 5.5 6 اليوريا اعلى السبيشال جرافيتي اعلى لانه قلنا احنا تقريبا 650 بنطلع على الاوزمولاريتي بينما البلازما 300 اليورين هاي باروزمولار هاي يعني ماشي الحال 160 ماشي الحال هي 28 مول 28 والله انا ما درستكم رينال ما درستكم رينال ابرجيكم انكم مصدين وحرام فيكم التعب انا ما درستكم رينال درستكم سبايرتري طيب قلت لكم اذا واحد بيطلع على روسي نجيب اهل عادي
شو بيكون معنى كروز الجبال؟ لما ينقص الأكسجين شو بصير في الرسبيراتوري سيستم؟ هايبرفنتيليشن. ماشي؟ الهايبرفنتيليشن شو بتسوي بالسي او 2؟ بتقلله. لما قلل السي او 2 شو بصير بالبي اتش؟ بزيد. تصير عندي ديكريز فيها السي او 2 وانكريز بلد بي اتش. هذا هو الجواب. طب هذا بده كان رينا؟ بده كان تدريس رينا؟ طيب يعني this is too much. بقول يلا هاي بارس كويسشن حرام خلنا نعطيهم السؤال. إذا ما عرفوه من الرينا بيعرفوه من الاسبيراتوري. كلايما attempts to reach a high mountain at the Andes. Altitude 5000 حطيت لك عالية. 5000 متر. Above sea level. What will happen to this person's blood and urine? شو حطينا؟ Arterial. PCO2 will fall. No hyperventilation. وبالتالي Arterial pH normalize. Alkalosis. هذه قديش مجاوبينه؟ 28%. أمانة الله مقبول. فليش 28% جاوب؟ طب وين الصعوبة في مين الحب يحكي؟ إن هذا وين كان الصعوبة فيه؟ يعني هلا انت لما يجيك السؤال يعرف انه يعني ستريت فورورد دايركت يعني ما في تريكس يعني شوف وين جاوبوا اكثر شيء جاوبوا هون his urine is full of NH4Cl ولا his urine is full of bicarbonate شو رايكم؟ ولما يقل CO2 لازم يقل البيكربونيت احنا قلت لكم كلمه واحده هذول الاثنين بيمشوا مع بعض كيف بدي اقلل البيكربونات في الدم؟ تطلع مثل البول. طب انا مش بدي انش فور سي ال. انا بدي اسيدز. طيب anyway. هلا ماتش ذا اسيد بيس ستيتس. هلا انت لما اعطيك مريض شو اول شيء تطلع على ايش؟ اول شيء تطلع على البي اتش. صح؟ احنا قلنا 3 ستيبس ولا ما قلنا؟ قلنا 3 ستيبس. شو ستيب نمبر 1؟ بالبي اتش بتحكي لنا انه عندنا اسيدوزس ولا الكالوسيس مش هيك؟ بعدين شو ستيب نمبر 2؟ شو السبب؟ وات كوزز ذيس شيفت؟ وشو ستيب نمبر 3؟ في كومبنسيشن ولا ما في؟ مضبوط؟ مش حكينا لكم هذه الخطوات الثلاثه بدكم تشوفوا فيها؟ طيب البي اتش هو 7.4 يعني نورمال. طيب لا هذا انا مش عارف شيء ما دلتني انا رايح شرق ولا غرب. طلعت السي او 2 عالي. CO2 لما هو عالي معناته عندي respiratory acidosis. لما طلعت البيكربونات عالي معناته في عندي compensation. إذا أنا راح أكون على الأغلب هذا fully compensated respiratory acidosis. لأنه CO2 عالي وارتفع مع البيكربونات ورجعت بيش للنورمال. قلت لكم أنا بترجع للنورمال بس مش above 7.4. قلت لكم الكدني بتعمل فول كومبنسيشن والريسبيرتوري بيعمل 75%. وكل كلمه بحكيها ضروري انك تربطها لاني ما بحكي احكي زياده. بس يبدو هذا الحكي اللي انا بقول ضروري تربطه صار زياده عليكم. طيب فول كومبنسيشن طيب هون شو حكيت لكم انا؟ انه احنا كيف بدنا نعرف إنه كيف الكلية how the kidney handles substance X. بستعمل معها الإنسولين. إذا clearance of X يساوي clearance of الإنسولين معناته this substance is handled like the inulin. لا هي absorbed or secreted. إذا clearance تبعها أكثر معناته secreted. إذا clearance تبعها أقل معناته هي absorbed. صح ولا لا؟ مش أخذنا المحاضرة الكافية عن الموضوع. طب هاي الكليرنس تبعها المادة 50 لأنه 102 باليورين 100 بالبلازما 2 والكليرنس تبع الانيولين 150 150 على 1 إذا هي أقل من الانيولين معناته السي او 2 بس ايش؟ دكتور بس اسأل عن هذا الفولي كومبنسيتر سوى كلنا كرونيك هاي الحالة صح؟ أنا ما كرونيك أو أكيوت ما بعرف يعني بس أكيد في خمسة أيام طيب هاي خلصت هاي
لو بدي اسالكم سؤال، اخذتوا انتم مرض اسمه دايابيتس تايب 1؟ اخذتوا انه هذا الكومبليكيشن الخطيره انه يصير عنده دايابيتيك كيتو اسيدوزيس؟ انا اعطيتكم اياه اصلا موجود بالسلايدات. دايابيتيك كيتو اسيدوزيس اسمها كيتو اسيدوزيس، اسيدوزيس اسمها يعني بي اتش. البي اتش نازله ليش؟ شو سبب نزول البي اتش؟ هل هي السي او 2 ولا البايكارب؟ وش مشكلته؟ وشو مشكلته؟ هو عنده مشكله بالريسبيراتوري سيستم؟ ميتابوليزم. اذا هذا لو تطلع على البايكارب شو بده يكون؟ قال لي بس هذا الجواب. هذا هو الجواب. انه اللي عنده عنده دايابيتيك كيتو اسيدوزيس البايكارب واطي. ما هيك باي ديفينيشن اصلا هي. لو سالتك شو بيكون السي او 2؟ بتقول لي واطي. هون بصير خطوه اصعب شوي الك. اللي عنده دايابيتيك كيتو اسيدوزيس، what is the expected CO2 in his arterial blood؟ اصلا انت كيف بدك تعرف يجيك مريض؟ اسمعوا شوي، جاك مريض والمريض كوماتوز غايب الوعي، انت مش عارف غيابه عن الوعي نتيجه نقص السكر ولا نتيجه زياده السكر. هل السكر تحت ال 50 ولا السكر فوق ال 500؟ هلا احنا ما اختلفنا نعطيه سكر، فاذا تحت ال 50 بصعب اموالي، اذا فوق ال 500 يعني الغريق لا يخشى من البلدي، يعني صار 550 مش هالبيك دي. بس انت كيف الكلينيك اللي بدك تشوفه؟ كيف تعرف؟ كلينيكلي يعني كل فحص يعني بدون ما تاخذ عينات دم. ايش؟ والله ماني سامع كيف هي. تشم ريحة كيتون ها؟ بصير والله بس مرشح انت. هايبر فنتيليشن. بس عنده هايبر فنتيليشن معناته عنده كيتو اسيدوزيس يعني السكر 600 700. ايش كمان؟ هلا اذا كان في عنده هايبوغلايسيميا بيكون عنده سيمباتيك ستيموليشن. فالرفلكسز كله بيكون فيري هاي. لانه فيري ارتبل. بيكون عنده سيمباتيك ستيموليشن والارت ريت بالسما طايره. اوكي ليش؟ لانه شو بيعمل الادرينالين؟ بريك داون جلايكوجين. عشان يسوي جلوكوز، ما فيش جلوكوز مو. اشتغل على الليفر مع المصل تمام؟ بس هي هذا المريض شو هذا؟ انه الهوميوستيزيس لا شو السؤال؟ طيب لازم ما يكون مريض انه هي تكون زايدة ولا تكون ناقصة؟ ناقصة غلط. طيب ايش يا؟ وين السؤال هذا؟ عنه؟ ديكريس. طيب هذا احنا بدنا اكسبت. هو البوتاسيوم بزيد. البوتاسيوم بزيد يعني مضبوط الجمله. هلا بتعرف السنه بها شو جبتوا؟ والله العظيم جبتوا لو سالت ستي الله يرحمها طلعتها من القبر وجبت سالتها على السؤال لجوابته. التغى السؤال. التغى السؤال. ثم لكم ما بعيد من السؤال وما ستي بجاوبه. كان الجواب حطيت لهم اياه الفلوريت. واحد سكر عنده 600 كنت حاط. والله ستي تعرف انه عنده سكر 600 ضل يفوت على الحمام. لانه اليورين فلوريت بزيد. ما عرفوا جاوبوا قلت له السؤال. انه اللي عنده سكر 600 هلا حطيت لهم خيارات. Which of the following is true؟ حطيت لهم الترو انه انكريز يورين فلوريت. ما جاوبوا. طيب ايش بتساوي؟ يعني حتى هذا يعني لو سالت هلا الشباب اللي تحت او مين ما كان سالت الجواب بقول اللي عنده سكر يضل يفوت على الحمام. مظبوط؟ السؤال الثاني ليش جاي جميعا؟ هذا هلا شوف حكيت انت بتتذكر انا اول محاضره اعطيتكم اياها انه احنا حتى لو عندك وان كيدني انت ستيل يو كان مينتين هوميوستاسيس يعني هاي
هاي باللغة العامية بالشارع بيعرفوا إنه الواحد بيقدر يتبرع كليا، صح ولا لا؟ لأخوه لأخته. فهوميوستيسيس بيرفكت انتيت. ولا كان لو إنه مثلا هوميوستيسيس ما حدا تبرع، مظبوط ولا لا؟ طيب شو بده هذا؟ يعني أنت يو دونيتد ون كيدني. شو بصير عندك أنت؟ هوميوستيسيس. طيب زي ما هي صوديوم بوتاسيوم جلوكوز كل شيء. يعني كان بيصير فايل بده ون كيدني ولا لا؟ مش حكيته؟ هلا الكرياتينين مو بزيد دبل بس. هلا هون اكيوت كيدني انجوري اللي حكينا عنها اليوم. اكيوت كيدني انجوري اذا كانت بري رينال بيكون السبيسيفيك جرافيتي اوف ذا يورين عالي، بتكون كونسنتريتد. الكلية شغالة بس مش تكون 10 سبيسيفيك جرافيتي. 10 شو معنى؟ ايزوستينوريا. يعني 10 اذا واحد عنده 10 يعني لا بيقدر يعمل ديليوشن. هاي غلط، ما بتصير هذا. رينال كليرانس. هلا كيف انت بتقيس الفلتريشن فراكشن؟ كيف بتقيس الفلتريشن فراكشن؟ كيف بتقيس الفلتريشن فراكشن؟ اذا بتعرف الجي اف ار واذا بتعرف رينال بلازما فلو بتقسم على هذا على هذا بتطلع الفلتريشن فراكشن. مظبوط ولا لا؟ مشان هول فلتريشن فراكشن نسبة ال طيب فلتريشن فراكشن هيها انه كان بي ميجر از انيولين كليرانس اللي هو الجي اف ار تقسيم بي اتش كليرانس اللي هو رينال بلازما هاي على حد سبب فلتريشن فراكشن. طب هاي من الدايركت وصل ليش في هذا هون يعني منيح 77 ماشي حالها صالح. هلا الواحد اذا الجلوكوز عنده عم بيطلع في البلازما شو اللي بيزيد وشو اللي ما بيزيد؟ هلا الكيرانس بيزيد صح ولا لا؟ اذا صار اكثر والاكسكريشن جيت بيزيد صح ولا لا؟ بس اذا صار التركيز كثير اعلى من التي ماكس الري ابزوربشن بيزيد ولا وصلنا له وخلاص؟ اما الفلتريشن فراكشن او الفلتريشن شو اسمه الفلتر لود تبع الجلوكوز بيزيد. زين هاي الاشياء يعني هذا انا بجيب لك واحد منهم انه when plasma concentration of glucose becomes higher than occur at transport maximum يعني اعلى من تي ماكس excretion rate of glucose increases with increasing plasma glucose concentration. هو بصير أكثر بلس 1 بلس 3 بلس 4. هلا بسألكم سؤال، الجي اف ار ايش بنستعمله احنا مشان نقيسه؟ انيولين؟ احنا بنستعمل انيولين ولا كرياتينين؟ كرياتينين بس انا بدي استعمل انيولين بس بتستعمل بي اتش مشان تمجر الجي اف ار؟ طبعا انا بعطيك هون بي اتش. بي اتش كونسنتريشن في اليورين هيقدر وفي البلاط هاي قد ايه؟ قد ايش الجي اف ار؟ تقول كانت بي كالكوليت فروم تاب اوف ديتا، تقدرش تقيسها. هذا قد ايش كان مجاوبين الطلاب مثلا؟ 39%. طيب هذا شو كيف هذا تساوي فيه السؤال؟ طيب ايش هو البي اتش؟ از جلوميرولر ماركر؟ از ات؟ بس برضه شو هو؟ ديسكريميشن اعلى منه. هلا هون رينال كليرانس اوف هلا رينال كليرانس اوف جلوكوز اذا بتشوفوا هاي رسمت لكم اياها الرسمي انا هيك رينال كليرانس اوف انيولين ستريت لاين مع انكريس كونسنتريشن ان ذا بلازما في جلوكوز زيرو بعدين كونفيرج تو جلوكوز اوف بي اتش ديكريس تذكروا هاي القصة؟ لا تذكروها. رسمتها ولا ما رسمتها؟ إذا الـ clearance of the substance by increasing concentration may rise or decrease or remain constant بحسب الـ substance اللي أنت بتستعملها يعني. شو هي؟ إذا real clearance of substance X may rise, fall, or stay the same as plasma concentration of X rises.
هلا هون بدي اسالكم عمركم سمعتوا شيء اسمه NH5؟ في NH3 مضبوط امونيا، في NH4 امونيوم، في NH5، في سمعتوا بالهيك الكريستري والكريستري. طب الهيدروجين which is secreted in the tubular fluid combined with NH4 في شيء هيك؟ انا بفكر انه يعني هذا سؤال والله بفكر سهل، ما انا مشكلتي بفكر سهل. You know, all the following statements are true regarding hydrogen secreted into the lumen of the distal nephron except can combine with H4. Can? شو جاوبين؟ 40%. 56 شو جاوبين؟ Can combine with bicarbonate? Yes. يعني H2CO3. Can combine with phosphate? Yes. مع الهيدروجين free? في small amount free. Is secreted by an hydrogen bond. And the after one, increases concentration of pH. So somehow I get a shway. Will increase excretion rate. Yeah, excretion rate. And the filter blood is in. Could not say that. And the after the same two one. Will urine. شوفوا هي آخر مرة. البيتش من وين جاي؟ من وين جاي؟ جاي من تو سورسز. أول شيء فلترد نوت ريابزورب. اثنين سك ريتد مضبوط؟ في غير هيك؟ طب السكريتد وصلت للتي ماكس خلص تلتت. اما هاد the more you increase the plasma concentration the more the filter not. اذا انت كل ما زدت الكونسنتريشن للPH التي ماكس ثبت، الكليرنس بالعكس نزل، بس الاكسكريشن ريت ضل يطلع. ليش؟ لانه الفلتر بلود عم يزيد، يعني يكون 10 زائد 50 20 زائد 50 30 زائد 50 40 زائد 50 50 هاي 50 هي تي ماكس. اتمنى لكم التوفيق في الرياضه والعافيه.